أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، وذكر منهم ورجل أما قوما وهم له كارهون، هل المقصود الإمامة الصغرى أم الكبرى أم كليهما؟ المراد الإمامة بالصلاة، المراد الإمامة في الصلاة، والمراد الكراهة بحق، إذا كانوا يكرهونه بحق من أجل دينه، إن فيه نقص في دينه، فيه فسق، فيه معاصي ظاهرة يكره، أو عنده عقيدة سيئة يكرهونه لدينه، فلا يجوز له يصلي بهم، ولا تتجاوز صلاته رأسه كما في الحديث. أما إذا كانت الكراهة لأمور الدنيا أو كراهة نفسية فقط وهو مستقيم في دينه، فهذا لا أثر لهذه الكراهة على صلاته، بل يصلي. وغالب الناس ما بينهم، يكون بينهم كراهية، يكون بينهم تنافس، يكون بينهم، فهذه الكراهة اللي ما هي لأجل الدين ما تؤثر. نعم.